نفذ الفريق العلمي بجامعة المجمعة مبادرة تصنيع النماذج الأولية لخمس منتجات طبية للمساعدة في دعم القطاع الخاص الوطني. تتألف المبادرة من ثلاث مشاريع بحثية رئيسية للتصميم والتصنيع عبر استخدام بعض التصاميم المتاحة دوليا لعمل بعض المنتجات. لتفاصيل أكثر ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور مازن القحطاني، عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة المجمع. حياك الله دكتور مازن معنا، شكرا لتلبية الدعوة. الله يحييك استاذ جمال، شاكر ومقدر إتاحة الفرصة. شكرا لك دكتور. أبغى أعرف منك بس بداية، المشروع عدد العاملين عليه، المدة الزمنية اللي استغرقتموها. الله يبارك فيك، أود في البداية الله يحفظك أن أرفع آيات الشكر والامتنان لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين حفظهم الله لما يلون من اهتمام وتسخير جميع السبل للمحافظة على صحة المواطن المقيم في ظل جائحة كورونا. كما تعلم إذا أستاذ جمال والسادة المشاهدين أنه منذ بدء الجائحة سعى جميع المؤسسات الحكومية والوزارات المعنية لتوحيد الجهود لمواجهة هذا الوباء في المملكة العربية السعودية، ومن هذا المنطلق وجه معالي مدير جامعة المجمع الدكتور خالد بن سعد المقرن الكليات العلمية والصحية لتفعيل دورها البحثي لتطوير أدوات اللازمة سواء كانت أدوات تشخيصية أو وسائل علاجية لمواجهة فيروس كورونا. لذلك هذه المبادرة قام بها فريق بحثي مكون من أعضاء هيئة التدريس وباحثين متخصصين من كليات العلوم الطبية التطبيقية بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع لإنتاج نماذج أولية لخمس منتجات رئيسية ضمن ثلاث مشاريع بحثية. تتلخص هذه المنتجات إذا تسمح لي في ذكرها. أولا قناع كمام مواقي للجزيئات الدقيقة مخصصة للممارسين الصحيين في القطاعات الصحية. كذلك تم عمل نموذج صناعي أولي لحامي وجه واقي من الرذاذ والسوائل يستخدم للممارس الصحي في القطاع الصحي. أما ما يخص المنتج الثالث فهو عبارة عن قطعة توزيع تستخدم كربط للأجهزة التنفس الصناعية المستخدمة حاليا في المستشفيات بحيث تسمح بربط الجهاز على أكثر من مريض. النموذج الصناعي الرابع هو جهاز مساعد للتنفس يستخدم للمرضى الذين لديهم قدرة على التنفس ولكنهم في حاجة للمساعدة ليبقى مجرى التنفس مفتوح وبضغط معين. النموذج الخامس هو نموذج صناعي عبارة عن جهاز تنفسي صناعي حجين ذات تكلفة منخفضة للمرضى الذين لديهم صعوبات شديدة في التنفس. ويجدر بالإشارة أن هذا الجهاز هو تصميم ومطور لدى معامل الجامعة. دكتور، هل هذه النماذج اللي تتحدث عنها هي نماذج نهائية أو أولية؟ إذا كانت نماذج نهائية هل يفترض أن تحصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء للبدء بإنتاجها تجاريا؟ صحيح، بعض هذه المنتجات تم استخدام مصادر عالمية مفتوحة لإنتاجها كتصاميم، وبعض منها تم تطويرها وتصميمها داخل الجامعة. لذلك نعمل الآن على تسجيل هذه النماذج الصناعية لدى الهيئة الملكية الفكرية، ومن ثم إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة نعمل على إجراء الاختبارات اللازمة لدى هيئة الغذاء والدواء، ونتوقع إن شاء الله أن يتم الانتهاء من الاعتمادات اللازمة لهذا النماذج خلال 60 يوم بإذن الله. شكرا جزيلا لك الدكتور مازن القحطاني عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة المجمع. فاصل ونعود.